بعدين لك شبك لا تشتشني لا تخاف، المعلم شفيق ما بيفيق قبل الساعة 9 ولا الساعة 8. لك يعني كنا أجلناها لبعد ما نخلص دوام، كنا أجينا براحتنا. لك شو بنستفيد بعد ما يخلص الدوام؟ تهاني بتكون صارت ببيتها. والله إذا بيفيق المعلم شفيق وما بلاقيني رايح بالفلوكة لحتى سي سمك، والله لك معلم معلم لا تواخذنا عجقناك. ولا يهمك حبيبي، على راسي وعلى راسي، على راسي شباب. يلا بسرعة أهلين بسرعة. يا عيني عليك يا معلم. شو يا معلم؟ حلوين بجننوا. ما حلوين، ورد جوري واحمر وهو المطلوب. يلا معلم تفضل. بس انا ما بدي اخذهم بايدي. لا انتوا بدكم تبعتوا لي اياها على منتجع صيف يا صيف السياحي. تكرم عينك. لعامله الريسبشن توتي. توتي؟ دهاني. ايه تكرم عينك. بس معلم بعد اذنك تكتب لي هون هيك شي عباره ناعمه تليق بتوتي. ايه بس العباره؟ ايه واكتب هون اسمك بعد اذنك. ضروري اكتب اسمي؟ مثل ما بدك، بس كيف راح تعرف انه منك الباقة؟ ما هو انا ما بدي اياها تعرف انه مني، بدي اياها تفكر وتحتار انه من مين من مين من مين يا ترى، عرفت شلون؟ بعدين انا بقول لها بطريقتي، ماشي؟ طيب مو بس هيك، بدي اياك انت تكتب لي العبارة بخط ايدك. ماشي اذا سمحت، بس لاقي لك شغلة، لنلاقي عبارة مناسبة ثواني شوي. يلا زربا. ايه لاقي لي هيك شي جملة حلوة بعدها لدهانة بعيد ميلادها. ميلي على ميالك عزوز خيالي. ايه شو حابب بقول من انا؟ ايه زربا ركز معي، يعني انت اذا بدك تبعت لها لنورة شي جملة شو بتقلها؟ ما بعرف. قلك شغلة؟ ايه تضرب انت واللي سألك. طيب انا لقيت الجملة المناسبة.